أهلين أهلين يا فندي، أهلين مع السلامة. أهلين أهلين أهلين. شو بدك؟ السلام عليكم. شو بدك ليش هيك عم تبكي؟ زعلت علي هذا وطني والله مسكين. قديش حلو الفيلم؟ كثير حلو الفيلم بس ما فهمت منه شيء. ما مهم تفهم، ما مهم، المهم تعيش 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 السينما. عيش السينما، بغينا المرة الجاية بس يجي فيلم لشاري شفلة لهداك. ايه هداك ما بده يعني. من عيوني، أنت رايح على البيت؟ ايه معلوم رايح على البيت. ليك مسك لي هيدي اللي بالك عليها، أنا رح غير ثيابي ووصلك معي على المسليتي. ايه على راسي. لا وعم يرجع لي بنصاص الليالي. شو هاي؟ يا عيوني يا عيونتي. ابو بدر قولي قولي يا صاحبي شوفي قولي شوفي. انت بدك تقلي شوفي يا نمر البوادي، شفناك فوق وشفناك تحت على الحملو عنزه. مينو هاي؟ شو هاي؟ مين؟ هاي هاي مين هاي؟ مين هاي؟ هاي 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 اللي هون مين هاي؟ مين هاي؟ انا ما بعرف مين هاي، انت بدك تقلي مين هاي؟ ما بعرف مالك ماشي ما بعرف. انا اقول لحالي الرجال لا من ايده ولا من حديده وعم يرجع لي من صاص الليالي، مينو هاي يا مروان؟ هاي لك مين هاي؟ شفت الصورة بجيبتك مينو هاي؟ ذكرت انا امبارح انا مو رحت على السينما. ايه بلا شفت عشرة. يا عيني يا عيني ويا ليلي والصفقة ما فيها عصام قبل النايل بالزعرون. ما ما اعتبري بالك وهي خليني فهمك انا شوية. ايه فهمني فهمني. انا ما ادري كنت طالع من السينما. ايه 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 الله ياخذك وياخذه الهي، الله ياخذك وياخذه. اسمع مروان كل نمرة بغطاها هلا بتروح لعندها لهي الخانم وما في رجعة لهون، ما في رجعة لهذا البيت. سمعت فوزية؟ نعم. خليني نام شوية وبعدين بروح وين ما بدي. ايه مو تكرم عينك، ايه وحياتك رح خليك تنام نومة ما في من بعدها فيقة. ايه يخرب بيتك. سامحك يا عصام على العمل اللي عملتها فيني. انا شو كان بدي بصورة طفلة خصاصية تحط لي اياها بجيبتي وبتدعي لي بلوي؟ مع المين يا معلم؟ لك شو بدك انت؟ وضعيني فك خلقك انت التاني شو بدك؟ الدكاكين كلها سكرت بالحارة وما ضل الدم مريض، بدي روح نام. شو الحكي كلها سكر؟ طيب اقعد معك مني يلا نشرب لنا كاسة شاي انا وانت من السيارة، اقعد شوي عم نتسلى. والله امي تعبانة شوي معلم، اسمح لي اليوم. هلا بنجيب لنا لقمة بالاخير انا وانت. ماني قادر معلم ما بدي ضل حالي لاخر الليل. طيب خلاص روح اذا عمك تعبان روح. خاطرك معلم. الله معك. والله يعطيك العافيه شو خلتي يروح انا ولي الحاره ما فيها لا ابو ولا دم شو بضل حالي هون ولي على قلبك يا بدر. مرحبا بدر. شلونك بدر؟ اهلين مسيا لك. اهلين عراسي عراسي حارتك نورت الدكانة. عود عود تشرب لك كاسة شاي؟ بنشرب ليش لا؟ عندي كاسة شاي لك اكرك عجل. يلا لا احلى لا احلى مسيا بكل الحارة. لك بدر ليش قاعد ليش فاتح الدكانة؟ داي اخلاقي وما بدي اقعد بالبيت، اطلع علي هيك بتسلى بالحارة بلكي بيجينا شي زبون باخر الليل. هالعتمة ذكرتني بحكاية خيلي صارت عنا بحلب، بس شو بتفطس من الضحك بتموت الضحك لعم بدر والله العظيم. والله شو شو إيه الحكاية؟ مرة شو يا خيو؟ ايه في واحد شعرت رفيقه. لك ايه بتفطس من الضحك لسه 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 اسمع شي شعرت رفيقه. انه شو؟ يفوت بنص الليل على المقبرة. ايه ايه المقبرة؟ طبعا على المقبرة. انه يفوت بنص الليل على المقبرة ويدق وتد. ايه المهم هاد الزلمه ما كذب خبر. ايه اجى الليل ايه؟ اخذ حاله ايه؟ وراح على مقبره بعيده. لك بعيده كثير يا بدر كثير بعيده. الدنيا عتمه. ايه ما في قمر. صوت خفيفيش. ايه كلاب عم بتعوي. نعم ليتها. المهم مشي بالمقبره وصل لنص المقبره. ايه احد مسك الودد ودقه. ايه
اجى ليقوم حس انه في شيء مسكه من خوفه مات. مات يا اب بدر والله مات. الله يرحمه. ايه والله مات. الله يرحمه. المهم ايشو؟ اجوا الناس ليدوروا عليه، وينه هاد الزلم مختفي؟ دوروا دوروا لقوا ميت عند القبر. طلع العمار ايش مساوي؟ مساوي؟ ده الولد بنص القلابية. يجي ليقوم يرعد، يجي ليقوم يوقع، يجي ليقوم يوقع. السلام عليكم أبو بدر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وايش رحتوا تركتني ولك مزيان؟ شيخي يا شيخ عبد العليم، يا شيخي يا شيخي يا شيخي. خير 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 يا بدر خير. خير سيبك يا شيخي، في شغلة ضرورية بدلك عليها. قول يا ابني. هاد امبارح مرتي فوزية لقطت بجيبتي تصويرة مشخصاتية، عطاني اياها عصام الله يصلحه، وقت رحت لعند منه على السينما، بقى انا صاير عم بروح على السينما، عم بروح غير هيك شكل وتسلى. ابو بدر بالله عليك، ملاقي هذا الوقت المناسب لتحكي هالحكي هاد؟ بقى طول بالك علي شيخي، طول بالك علي، جايك بالحكي انا. اشهد ان لا اله الا الله، كمل. مرتي فوزية قلعتني من البيت. محلولي بإذن الله محلولي، أنا بحاكيها. بس ما هي السيرة يا شيخي، طول بالك بدي كملها. كمل أبو بدر. يا سيدي أنا وين بدي أروح بحالي؟ قمت رحت نمت بالدكانة، مثل ما عمل بزماناته أبو عصام وقت ترك بيته. إيه. وليلة اللي انقتل فيها ظافر يا شيخي، صرت أتناوى أنا من شق الباب تبع الدكانة. أيوة. شو شفت؟ شو شفت قول؟ شو شفت؟ شفت واحد من اهل الحاره شايل الزباله وكفى بنص الطريق ورجع على بيته. بصير هيك يا شيخي؟ والله عيب. استغفر الله العلي العظيم. ايه لا، النظافه كويسه ابو بدر، النظافه من الايمان. السلام عليكم. النظافه من الايمان. ايه شو استفدنا يا عمي؟ اليوم وحدوه. شلون بدي أقنعها إنه أنا ماني علاقة بالتصويرة كلها على بعضها؟ ما في غير حل واحد، أحلف لها يمين ساعتها بتصدقني، واللي بيحلف يمين كاذب يا ويله يا ويله من الله. الله الله الله. لا جوان؟ امرني معلم. وين المصحف؟ جوا. إيه فز لفه بقماشة وجيب لي إياه فورا. أمرك. لك شو صار معك يا جواد؟ كل ما وقعتك على شغله بتغب لي حصه. هاي المصحف معلم، لشو بدك فيه؟ شو دخلك انت شو بدي فيه؟ لا ما كل شغله بدي اعملها بدي افسر لك اياها واشرحها. هات ولا لك بدي اوصل على الجامعه هيك اتوضا وارجع اخذ المصحف. عمرك عينك على الدكانه. تؤمر.